السادس والأخير من أركان الإيمان. ششم وكوتاهي للركن كان إيمان. الإيمان بالقضاء والقدر. باور هنان بقضاء وقدر. له أربع درجات، أربع مراتب. شوار بلي هي، شوار باي هي. الأول العلم. يكم زانس وزانياري. أن نؤمن أن الله علم كل شيء. باور معنوا بك إخوائي قولا هموش تيكي زانيوا. لا يخفى عليه شيء. هيتش تيكي لنا شهر دريتوا. الثاني أن الله سبحانه وتعالى أمر القلم بأن يكتب مقادير كل شيء. باور معنوا بك إخوائي قولا فرماني كده قلم كهموش تكانوا مقاديري هموش تكان بنوسيت. فكل شيء قد كتب. هموش تيك نسراوتوا. الثالث. سيام. المشيئة، أي أن للعبد مشيئة وإرادة لكن تحت مشيئة الله النافذة. سيم ويستي مروفا كان وإنسانا كان بلام باور مانوابيا كإنسانا كان ويستي عن هي بلام لجير مشيئة ويستي خواي قورة دعين. يعني أنت الآن تقول أسافر بإذن الله اليوم إلى مكة. بون منتو دلي أمرو بإذن خواي قورة سفر دكان بو مكة. شاء الله أن تسافر تسافر. أجر خواي جرويسي لسربياش سفر دكاي. شاء الله ألا تسافر والله لا يمكن أن تسافر. أجر خواي جرويسي لسربيا سفر نكاي والله هو سفر نكاي. الرابع. شوارم. الخلق، ما معنى الخلق؟ يعني العبد مخلوق وأعماله كذلك مخلوقة. دروس كردن واتا مروفكان وعبدكان دروس كراو نهر وها كرد وكان يعنيش دروس كراو. ماذا أصنع؟ شيء بكم؟ أؤمن بهذه المراتب الأربعة. باور بأم شوار بليو بايا بكم أحسن الظن في الله قماني باش بخواي قورة ببم بأن الله سبحانه وتعالى اختارني بأن أكون من أهل الجنة الصلاة من فضل لنا ولكم خواي قورة بوا باورم بيك خواي قورة مني هل بجار دوا بوي كمن يكيك بم لأهل بهشت أعمل بعمل أهل الجنة بكر دواي أهل بهشت كر دوا دكم أدعو الله دعوال أخواي قورة دكم أستعين بالله بشت بخواي دا بسم أجتنب عمل أهل النار دور دك ومولك ردوه كاري أهلي آقر لا أعمل بعملهم بكر دوي أوان كارناكم وأدعو الله سبحانه وتعالى بأن لا أكون منهم ودوال أخوي قولاكم كنب مكاسيك لوان أجمع بين العلم والعمل كودك مولا نيوان علم وعمل ده وأحسن الظن في الله سبحانه وتعالى وقماني باش دبن بخواي قولاكم